أهلا وسهلا أعزائنا الطلاب في محاضرة جديدة للغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي. طلابنا الأعزاء، اليوم أقدم لكم الإنشاء، إنشاء اليونت 1 اللي هو سيجارت أدفرتايزنج شود بي ليجل، يجب حجب الشرعية عن إعلان السجائر. هنا تحدث عن إعلان السجائر وحجب الشرعية عنه. شوف أنت من تكتب إنشاء يجب أن يكون الإنشاء ضمن الضوابط اللي يريدها الوزاري، يعني احنا مو كيفنا ان نكتب عن الموضوع اكون انهم كاتبين عن مضار التدخين، هو ما رايد هنا مضار التدخين فقط، رايد حجب الشرعية عن اعلان السجائر. العنوان واضح طلاب، نعم سيجارت ادفرتايزنج شود بي الليجل. الانشاء مالتك لازم يكون بمقدمة وعرض وخاتمة، هذا لازم تعرفه، يعني تكون ثلاث فقرات لازم قبل الوزاري هيك يريده. Smoking is a dangerous habit، عادة خطيرة، that causes والتي تسبب many deaths، الكثير من الموت، a year في السنة الواحدة، from smoking related diseases، من الأمراض المتعلقة بالتدخين. Furthermore، علاوة على ذلك، passive smoking، التدخين السلبي، are people who، الناس الذين، breathing in smoke، يستنشقون هذا الدخان، from people، من الناس who are smoking near them، الذين بقربهم. This phenomenon، هذه الظاهرة، cause disease، تسبب المرض، especially وخصوصا in children. هذا شوف هاي المقدمة. الآن نبلش بالعرض، يعني عرض الموضوع. Cigarettes are very harmful، تعتبر السجائر ضارة، to the health for both smokers، لصحة المدخنين، as well as، بالإضافة إلى passive smokers، الغير مدخنين اللي هم المدخنين السلبيين اللي يجلسون بجانب المدخنين ويستنشقون هذا الدخان. سيجارتس، السجائر، advertisements، إعلاناتها، can be seen، ممكن أن مشاهدتها، on packets، على علب السجائر، of cigars and on the roads، وعلى الطرقات. Furthermore، وعلاوة على ذلك، they can be seen، ممكن رؤيتها، in public places، في الأماكن العامة، like cafes، مثل المقاهي، and cinemas. Cigarettes advertising، نعم إعلانات السجائر، shows، تبين، successful، popular and attractive people، ناس جذابين وشعبيين، smoking، and they don't mention the dangers of smoking. هنا الفكرة شو يريد يقول لك؟ يقول لك هو يراويك انه ذولا المدخنين اللي هم مشهورين، وتلقاه مثلا لازم جيجارة، وتلقاه مثلا فد ممثل مشهور او معروف. طبعا هذا يعلن، هذا يعلن، ليش؟ لان الاعلان بفلوس. بس هذا الشيء مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لان تخلي الشباب يقتدون بذول المشهورين او يقتدون بذول الناس المعروفين، وهذا غير شيء مو صحيح. يجب ان يذكرون مضار التدخين، مو بس انه يعلن عنه. نعم، young people، الشباب، are heavily influenced، يتأثرون بشكل كبير، by these advertisements، بهذه الإعلانات، as they would be proud of smoking، كأنما هم فخورين بالتدخين. finally smoking nowadays، هذا الاستنتاج أو مثل نقول إحنا خلاصة الإنشاء، is common among young people. شوف هنا عزيز الطالب، طبعا جانا هذا الإنشاء أكثر من مرة، 2002 2020 دور الثاني، العفو 2019 ومرة التمهيدي وإلى آخره. أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله تقروا، إنهم من الإنشاءات اللي ممكن ينفعك. شكرا جزيلا.